موضوع المحمدة يا كابتن ضيا برضو، يعني الاختيارات كلها هي مفيش فرق، يعني كل الناس هم ما عدا انا الولد. عايز اتفق معاك في حاجه. انا كلمت المحمدي، طبعا المحمدي ده قال لي امبارح انا كلمته، وهو لازم يعرف ده، هو عارفه، بس هو المشكله ان هو فاهم ان هو الوحيد اللي استبعد، فهو يبقى المسؤول عن مباراه غانا او لا، احنا كلنا مسؤولين، واحنا الجهاز الفني هو نمره واحد مسؤول مسؤوليه مباشره عن الهزيمه دي، وبعديها اللعيب واللعيبه معانا، انت واخد بالك؟ انا بتكلم على 90 دقيقه بتاعت غانا بدون ما ادخل في التفاصيل الرياضه عموما قبل الماتش وخلال السنتين، لكن بتكلم عن مباراه غانا 90 دقيقه الجهاز الفني نمره واحد واللعيبه كلها، احنا كلنا مشتركين في ده، واحنا بنعلنها وبنقول ده، كلنا مشتركين في ده. بس هو محمدي لازم يعرف ان حتى لو ما جاش، يعني عايز اقول لك اضرب لك مثل، محمدي ابني يعني الهالك تتغلب الماتش اللي فات 4 من ما كانوش كويسين، لو جه بروس الماتش اللي جاي ما لعبش محمدي هيطلع يقول اصل محمدي كان، لا بس هو كابتن ضياء، بس معلش ما انا بقول لك حاجه، هو ليه حق يتضايق؟ لا انا قصدي حاجه، اصل هو انا قصدي حاجه كابتن ضياء في السؤال، لان هو لعب طبعا ما كانش كويس، بس هو ال11 كان وحش جدا والدفاع كان سيء للغايه، فايش معنى هو يعني، هل في سبب مثلا غير فني؟ انا بكلمك ال 23 انت واخد بالك؟ لا يعني انا قصدي يعني انا لو لعيب كوره مثلا بلعب معاكم الماتش ده ولعبت وحش واللي حواليا كلهم مش شايفين، فانا بس اللي استبعدت، فانا بسال هل هو سبب فني ولا في حاجه ثانيه مثلا؟ هو والله ثلاثه سبب فني، ما في اي حاجه خالص، وانا كلمته عشان اقول له ما فيش اي في حسبه كده فنيه عملها الراجل اللي دخل فيها لعيب ثاني بكده، فقال خليه وبدل ما يجي يعني حسبه كده، انا اتكلمت معاه، مش لازم كل حاجه المدير الفني يقولها طبعا. بس لازم في حاجه نفهمها والناس تفهمها يا حازم، انك انت برضو رياضي كبير، هيبقى مهما حصل من خساره او مكسب المدرب مدرب واللاعب لاعب طبعا أكيد. لازم توصل للناس دي كلها، لازم يبقى المدرب مدرب مهما خد من قرارات غلط، لو كلها غلط هيبقى هو المدرب طبعا. اللي مسؤول، ويبقى اللعيب هو اللعيب، هو كابتن المدرب اختيارات وتكتيك وتغييرات، يعني هو مجموعه عوامل بتؤدي انك مدرب في الاخر جيد ام غير جيد. في النهايه لازم يبقى مفهوم العلاقه دي ومفهوم اختصاصات ده واختصاصات ده لازم تبقى واصله للناس. طيب. حتى لو في ناس بتبقى مظلومه احيانا او زعلانه لازم لا ما هو صعب انك ترضي الناس كلها، ده طبعا وضع طبيعي يعني. طبعا. طبعا.